بركه الله مشاهدينا وفي مشاهدينا شوف تي في فيما كنتوا داخل وخارج الوطن، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. اذا السيناريو الأسوأ اللي ما كناش كنتظروا اننا نشوفوه هو اللي حصل حاليا، اضرام النار بالخيام الخاصه بالمهاجرين الافارقه جنوب الصحراء، دوي انفجارات ديال قنينات الغاز بالحجم الكبير والصغير. يسمع حاليا العديد من القنينات اللي انفجرت، لاحظوا تدخل ديال الوقايه المدنيه، الكل مؤهب. بكل صراحه ما كناش كنتظروا هذا السيناريو، كان متوقعا. داروا عمليه حسابيه بطبيعه الحال، ولكن ما كناش كنتظروا هذا السيناريو هذا يوقع. بكل صراحه غتسمعوا معايا دوي ديال الانفجارات اللي كاين دابا هنا حاليا. شاهدوا فرقة مكافحة الشغب حاليا متواجدة بكثرة بكثرة بكثرة، أقول بكثرة هنا. لاحظوا يتم إخماد هذا النيران، يتم إخماد هذا النيران حاليا. إذن دوي انفجارات اللي يعني بكل صراحة انفجارات مسترسلة، قنينات ديال الغاز اللي كتسمع واحد الصوت ديالها كيخلع كيرعب، الشيء اللي خلى لاحظوا المساحه اللي بقات الوسط، المساحه اللي بقات الوسط فارغه. لاحظوا الكل تراجع. شاهدوا شاهدوا يعني اللي ساعد هاد النار انها تكون بهذه الكيفيه هذه هو ذاك الغاز اللي كان في القنينات، لانه كان دوي ديال العديد من القنينات ديال الغاز. يعني في الوقت اللي فضل فيه العديد من المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء انهم يخرجوا بسلام من هنا من المحيط ديال المحطه الطرقيه ولاد زيان، البعض الاخر خدا طريق اخرى، خدا سيناريو اخر هو اضرام النار. الشيء اللي وقع دابا حاليا كما قلت، الشيء اللي خلانا نشوفوا هاد الحاله اللي كاينه دابا. سمعوا سمعوا معايا سمعوا معايا دوي ديال الانفجار. اسمع 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 دوي ديال الانفجار ملي كتوصل النار، ملي كتوصل القنينة ديال الغاز كتسمعوا واحد الصوت، سمعوا الانفجارات مسترسلة. هنا هادشي في المحطة الطرقية ولاد زيان، المحطة الطرقية ولاد زيان، الناس اللي كتسول فينا هادشي. حنا دابا السادسة صباحا، راه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حنا كنتواجدوا حاليا هنا. الكل كل الاجهزه الامنيه، كانت فرقه مكافحه العصابات، فرقه مكافحه، لا سمعوا معايا سمعوا معايا سمعوا معايا الدوي ديال القنينات ديال الغاز اللي كتنفجر. انا كنتكلم معكم وانتم ركزوا على الدوي ديال هذا الشيء، علاش اللي خلى السلطات الامنيه انها تخلي واحد المسافه، مسافه ما بين الناس اللي واقفين وما بين المكان ديال تواجد الحريق، اكيد لانه خوفا على سلامه الجميع. فقط رجال الوقايه المدنيه الله يحسن عوانهم بكل صراحه، وهما اللي متواجدين في الخندق الاول حاليا، كيحاولوا انهم لاحظوا معايا كيحاولوا انهم يخندوا هاد النيران هذه. لاحظوا اللي في الخندق الاول هما رجال الوقايه المدنيه حاليا، رجال الوقايه المدنيه. لاحظوا لاحظوا قلت بانه منذ الساعات الاولى من صباح اليوم كان تواجد امني يعني على مراحل، يعني بدا منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الى غايه الساعه الرابعه والنصف او الخامسه صباحا عند بدايه هذه العمليه التي اطلقت عليها اسم عاصفه محطه ولاد زيان. وبالفعل شاهدوا شاهدوا اسمعوا معايا اسمعوا معايا اسمعوا معايا الغاز اسمعوا معايا الغاز اسمعوا معايا الغاز 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 Thank you.
بالفعل خويا. بالفعل بالفعل. بالنسبة للناس اللي كيتكلموا على أنه كيقولوا حنا كنا عباد الله، بالفعل، ولكن أكيد ملي كتولي كتخرق القانون وكتبدا تبيع في الممنوعات وكتولي أنك كتشكل خطر في واحد المنطقة، فأكيد كيتم إعادة النظر أكثر من مرة في هاد المسألة هذه. لاحظوا معايا الخينة اللي كاينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يا حبيبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا 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 معايا، دوي الانفجار، اسمعوا. أنا معاك. سير أصاحبي. يعني لاحظوا الكمية ديال رجال الأمن اللي جات حاليا. لاحظوا معايا، شفتوا معايا الكمية اللي كاينة ديال رجال الأمن، وكاينة أضعاف 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 مضاعفة أضعاف مضاعفة ديال رجال الأمن اللي كاينين حاليا، اللي كلهم كيحاولوا انهم يامنوا المساله ديال نقل هاد المهاجرين الافارقه عبر حافلات نقل عمومي، يعني كيران بهذا المعنى، هذا كنقولوا كيران. لا ما يمكنش. لاحظوا اسمعوا معايا اسمعوا معايا، يدوي انفجار القنينات، قنينات ديال الغاز، قنينات ديال الغاز. لاحظوا معايا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بكل صراحة هذا الشيء مؤسف، هذا الشيء مؤسف مؤسف جدا. إذا لا تذهبوا بعيدا، لازلنا معكم خلال هذا البث المباشر. لاحظوا اللي زاد أجج هاد النيران هذه هو دوك الخيام البلاستيكيه والقنينات ديال الغاز، الخيام البلاستيكيه والقنينات ديال الغاز. النار يعني بكل صراحه يعني سيناريو سيء ما كناش كننتظروه، ولكن للاسف للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد. اسمعوا اسمعوا معايا، دوي دوي انفجارات انفجارات انفجارات، اسمعوا معايا الانفجارات اللي كتوقع دابا حاليا، معايا الانفجارات اللي كتوقع حاليا. بكل صراحة الله يدوز هاد الليلة بخير، الله يدوز هاد الليلة بخير، الله يدوز هاد الليلة بخير.
يعني السادسة صباحا حاليا وبقى الأمور سيئة بكل صراحة، بقى الأمور سيئة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا خويا خالد الهاني قال إذا خويا خالد الهاني تكلمتي قلتي بأنه من درب العفو، لأنه بطبيعة الحال درب العفو قريب هنا للمحطة ديال ولاد زيان، وبالفعل خويا بالفعل لأنه دوي الانفجارات ديال هذه القنينة ديال الغاز كيتسمع، عرفتي الطريقة باش كيضربوا حدانا هنا راه كتخلي الإنسان كيحط يدو على قلبه، لأنه الطريقة باش كتنفجر هذيك القنينة راكم كتعرفوا الله يستر القنينة ديال الغاز الطريقة ديال باش كتفرقع، فالله يدوز الأمور بخير والله يحفظ الناس كاملين، لأنه أكيد العديد من رجال الوقاية المدنية لاحظوا سمعوا معايا دوي ديال الانفجارات سمعوا معايا وقت ما كتوصل العافية لشي قنينة تشوفوا الطريقة باش كتضرب. خويا سفيان وصال راه بالفعل خويا راه تكلمنا قلنا السادسة صباحا راه منذ الساعات الأولى خويا راه هاد التعزيزات الأمنية والتجهيزات اللي كانت على أعلى مستوى راه ماشي جات بين عشية وضحى ولا جات والدة اللحظة، راه كانت تعزيزات أمنية اللي سمعوا معايا دوي الانفجار، كانت تعزيزات كما قلت هاد العملية هاد انا حبيت نسميها العاصفه ديال محطه ولاد زيان، هاد العاصفه ديال محطه ولاد زيان ما جاتش كما قلنا بين عشان وضحى، ولكن جات عمليه مدبره تم يعني كما كنقولوا التجهيز لها على اعلى مستوى باش ما نخرجوش في هاد السيناريوهات، وربما كانت الامور تكون أسوأ، ولكن الحمد لله يعني بالفعل الخطه المحكمه اللي تم العمل عليها من طرف السلطات الامنيه فالامور الحمد لله تحت السيطره، ولكن هذا الحريق دابا حاليا هو اللي خلى الامور ربما تخرج على ذاك النطاق اللي كنا كنتمناو انها تخرج بسلام، ولكن للاسف ولكن هذه السيناريوهات كذلك تم وضع ديالها في الحسبان من طرف لاحظوا معايا كيقولوا لهم رجعوا لانه دوي انفجارات، شوفوا معايا فرقه مكافحه الشغب كيفاش كترجع للوراء، لاحظوا لانه تعطى التعليمات بان يرجع الانسان للوراء لانه قنينه، لا لاحظوا دابا حاليا راه كانك تتكلم على لاحظوا لانه الخيام بلاستيكيه شعلت فعلا، لاحظوا هو كيتم المطالبه ديالهم باش يرجعوا امتار للوراء لانه العمليه لا تبشر بخير، ولكن نتمنوا انه يتم احتواء هذا الحريق هذا لانه حريق خيب بزاف خويا ياسين امس ما فهمتش قلتي بغيتي تقول خرجت على السيطره، عرفتي واش دويتي معايا خويا؟ شوفوا الدرون لاحظوا معايا الدرون اللي كترقب الوضع من الفوق، ماشي غير وحده راه كاينين درونات هما سمعوا معايا دوي ديال الانفجار كيفاش كتسمع اذا ما تمشوش بعيد مشاهدينا اوفياء مشاهدين شوف تيفي، غادي نرجعوا لكم في مباشر اخر، بقوا معنا احنا باقيين معكم خلال هذه العمليه هذه، اكيد ما كاينش غير بوحدي كاينين الزملاء معنا اللي كذلك شادين كل واحد شاد زاويه عبر قناه شوف تيفي، لاحظوا الخيم البلاستيكيه دابا حاليا كلها شعلت فيها العافية. أنت راه غتطلع الكاميرا ما يمكنش
لاحظوا 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 اسمع 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 رحتوا معايا اذا بكل صراحه الوضع يزداد سوءا غادي نرجع لكم في مباشر اخر ما تمشوش بعيد حنا باقيين معكم هذا الصباح هذا